من هنا بتبقى فيه أهمية قصوى لرؤية الحاكم وعقله وتفتحه وأماله وأحلامه من خلال مصر. محمد علي كان بيرى هذا الكلام، وكان شايف مصر في مكان مختلف، رغم أنه لم يكن مصريا، لم يكن عربيا، كان شايف مصر في مكان مختلف، ولم يكن متعلما، ولم يكن متعلما، لكن كان مدرك لقيمة وإمكانيات مصر، وبناء عليه اتحرك داخليا فيما يشبه اللي احنا كنا بنقول عليه من في أواخر القرن الماضي التنمية المتمحورة على الذات. فكان شايف مصر في الحتة دي.